اسم ديالي شوقي، السن ديالي 54 سنة. هاد السيدة هادي كانت خدامة عندي صافي 4 سنين دابا، ولكن كانت تتمشي وتتجي. 2019 تقريبا خدمتها معايا كاملة. إنسانة خالوقة وإنسانة مؤتمنة، الحق يقال. كنت حتى فاش تنسافر تنأتمنها على المحل ديالي، وكانت مخلصة. وبالنسبة لهاد الواقعة اللي وقعت ليها، راه حتى العدو ما يبغيش العدو هذاك الشيء اللي وقع. يعني كان الخبر واحد الصاعقة مفجعة، تأسفنا ليه كاملين وتأسفوا ليه المغاربة، وتنطلب من الله سبحانه وتعالى يدير شي تاويل الخير. اللي كنت عارف عليها هي أنها ساكنة في مدينة مكناس، وكانت تجي هنا باش تخدم. فاش توحش العائلة ديالها وسميتو، من طبيعة الحال تمشي تسافر. من بعد عاود تاني تترجع، وكنت تنساعدها في حالة ما إلا احتاجت لشي حاجة تنساعدها، لأنها كانت خدامة معايا رسمية. يعني تتردد على هاد القهوة هادي، تتمشي تقضي أغراضها وتعاود ترجع، وتمشي وتعاود ترجع. هادشي اللي كاين. حتى تفاجئنا بهاد الخبر هذا اللي ما تيسرش، يعني ما يبغي حتى شي واحد. باش تقتلع الإنسان عينه، يعني راك قتلتيه وهو عايش، ماشي تحي. يعني حتى الحياة حرمتيه منها، يعني بقى بلا أمل، ما يعرفش الليل من النهار. وهذا الشيء اللي كاين سيدي، راحنا متأسفين بزاف لهذا الواقع. كانت خدامة معايا هنا في المرسى. نعم سيدي، كانت خدامة معايا هنا في المرسى. كانت سيرفورة، كانت تتسربي في القهوة. هذه هي الخدمة ديالها. وكانت ساكنة غير هنا كاريانيت، غير حدا سميتو. وكانت السيرة والسلوك ديالها مزيانين، ما عمريش شفت عليها شي حاجة ما مزياناش. نعم. كانت خالوقة، كانت إنسانة خالوقة وإنسانة طيبة، الحق يقال. هذا الشيء اللي تنعرف عليها أنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.